السلام عليكم مربين الدواجن في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم. كلنا عارفين ان اكتر شيء مزعج في تربية الفراخ في فصل الشتاء هي عملية التدفئة، ده لان عملية التدفئة بتكون مكلفة جدا خصوصا في العنابر المفتوحة. طيب انا ممكن اقول لنفسي طب عادي، يعني مش لازم اهوي، ما اكتم شوية على تربية الفراخ يا عم علشان نوفر في التدفئة، لان كل ما هوي اكتر كل ما هضطر اصرف في التدفئة اكتر. النقطة دي بتكون في غاية الخطورة. الناس اللي مش فاهمة في تربية الفراخ معتقدين ان ممكن ان هو يوفر، لكن اللي بيعمل كده غالبا بيدخل في مشاكل عبارة عن امراض الكتمة والجهاز التنفسي، وبيرجع يصرف في الادوية وفي العلاج وفي النافق اضعاف اللي كان يقدر يصرفه في التدفئة. فالمحاولة دي انا جاي لك من المستقبل وبقول لك محاولة فاشلة، لكن في محاولة تانية او في تركة جميلة جدا بالعلم نقدر نوفر من تربية الفراخ جزء ولو 30% من عملية التدفئة. يعني انت لو هتصرف 3000 جنيه في عملية التدفئة ممكن تصرف 2000 فقط اذا استعملت الفكرة دي او حطيتها في الحسبان علشان توفر، خصوصا اول 10 ايام في دورة تربية الفراخ. تعالوا ندخل على طول في الموضوع علشان ما نضيعش وقت حضراتكم، ولكن كالعادة ما تنساش ان اشتراكك يشرفنا، ويلا بينا حالا نبدأ على بركة الله. في ناس كده مصممة برضو انها تكتم على الفراخ او تقفل التهوية، ما هو الحد الادنى اللي انا يعني ما اقدرش انزل عنه في عملية التهوية؟ احسب ازاي كمية الهواء او ازاي احسب التهوية في فصل الشتاء؟ الحد الادنى علشان برضو ما يبقاش اسمي مكتم على الفراخ ده. اهلا وسهلا بحضراتكم. طبعا احنا بنقول ان التدفئة هي جزء مهم من عملية تربية الفراخ، لان الفراخ اللي ما بتتدفاش كويس اول اسبوع لن تحصل على كفايتها من الحرارة، وبتضطر ان هي تاخد الحرارة المطلوبة من العلف، وبكده يا شباب بيخرج جزء كبير من العلف بدل ما يخش في عملية النمو وتكوين العضلات، بيدخل في عملية الريش او تكوين الريش علشان الفراخ بتحاول انها تدفي نفسها. لكن احنا علشان نتفادى الموضوع ده بنقول التدفئة لازم تكون او الحرارة لازم تكون اول 3 ايام 33، بعد كده يومين 32، بعد كده يوم 31، يعني الاسبوع الاول بنقفل على 31 او بنوصل ل31 درجة. التركة هنا او عنوان حلقتنا انت ممكن تبدأ التحضين على 30، لكن بشرط ان الرطوبة تزيد معاك ل70% على الاقل. يعني احنا كنا دايما بنتكلم ان الحرارة 33 اول 3 ايام، والبرنامج اللي احنا حافظينه اعتمادا على قاعدة ان الرطوبة في حدود من 40 ل 50%. لكن لو زودت حضرتك الرطوبة ل70% ده معناه ان احساس الطائر بالحرارة لو هي 30 بيساوي ال 33 لو هي 50. معلش باختصار علشان برضو او هعيد علشان الناس تفهم اكتر، يعني لو الحرارة 33 والرطوبة 50 هي لو الحرارة 30 والرطوبة 70. احنا في فصل الشتاء الثلاث درجات دول اوعى تستقل بيهم، لان اصعب ثلاث درجات في عملية التدفئة هم اخر ثلاث درجات. يعني انت ممكن توصل ل25 بسهولة، الصعوبة بانك توصل بقى من 25 ل30، والاصعب قوي انك تعدي بقى 30 وتوصل ل33. يعني التكلفة في الآخر بتكون الثلاث درجات دول قد 10-15 درجة من العاديين، فممكن يكونوا في حدود 30% من التكلفة مع ان هم ثلاث درجات بس. ليه؟ لان انت خلاص حرارة الجو الخارجي بتكون مثلا 5 أو 10 أو 15، فعلشان يعني انتوا فاهميني طبعا انك توصل ل25 سهلة، ها 30 ماشي، لكن من بعد 30 بتجد صعوبة كبيرة جدا. نرجع لموضوعنا تاني. يبقى انا النهاردة لما اجي اوفر لازم اكون بوفر بس بطريقة صحيحة، مش اكتم على الفراخ بحجة ان انا اوفر في التدفئة، لا انا ممكن ازود الرطوبة. ارجع لموضوعنا علشان وقت حضراتكم، ازاي نزود الرطوبة ل70% بطريقة صحيحة علشان نوفر الثلاث درجات دول
واللي ممكن زي ما اتفقنا يعملوا معانا توفير كبير جدا، خصوصا اول 15 يوم من عمر الدورة. اللي بيحصل حضرتك ان العنبر بيكون تقريبا مثلا، يعني في انا هرسم لك بشكل يعني بسيط كده، العنبر بيكون تقريبا بالشكل ده، تمام؟ انت بتحضن مثلا في الجزء ناحية الشفاطات مثلا على سبيل المثال، بتحضن في الجزء ده تقريبا نص العنبر، بتبدأ انك تحضن عليه 40-50% من العنبر انت بتحضن عليه. فلو قلنا ان هنا الكتاكيت في المنطقة دي كده، فاللي بيحصل حضرتك ان انت لما بتفرش النشارة ما تفرش العنبر كله، لا افرش نص العنبر اوكي، وتعالى او تلات ارباع العنبر، وتعالى هنا في اخر تلت من العنبر في المنطقة دي كده، وما تفرش نشارة، ودايما على طول بخرطوم مية مصدر هنا مثلا خرطوم مياه، وتبدأ ترش على طول مياه في المنطقة دي بشكل مستمر 24 ساعة في خلال اول 10-15 يوم من عمر الدورة. بكده يا شباب احنا بنزود الرطوبة في حدود 20-30%، يعني لو هي 40-50% في الجو الخارجي بتوصل معاك ل70% بمنتهى البساطة زي ما انت محتاج. انا دلوقتي لما زودت الرطوبة او المية في المنطقة دي مش محتاج هنا 33، ممكن انزل ل30. طيب اقيسها ازاي؟ احنا اتفقنا قبل كده قياس رطوبة او حرارة العنبر او راحة الكتكوت بعينيك هي اهم نقطة. كتاكيت لو لم على بعضها بنكون متأكدين ان في مشكلة في الحرارة، فانا لو الكتاكيت ما زالت بتلم حوالين بعضها يبقى انا عندي كده مشكلة. مفيش مانع ان انا ازود الحرارة درجة او درجتين، لازم اوصل لمرحلة ان الكتكوت يفرد معي. ممكن كمان لو انا ما دفتش العنبر قبل وصول الكتاكيت ب 24 ساعة او على الاقل يا اخي 12 ساعة، ده بيؤدي ان النشارة تحت العنبر الكتكوت بتكون حرارتها ممكن مثلا 25 وانت محتاج على الاقل 30. فممكن تكون الحرارة تحت رجل الكتكوت على النشارة 25 والترمومتر فوق راس الكتكوت شايفها او حاسسها 30. يبقى انت هنا لازم تاخد بالك انك تدفي العنبر قبل وصول الكتاكيت ب 12 ساعة على الاقل، علشان العنبر كله يشرب حرارة الجو، يبقى 30 كله زي بعضه، يعني يكون في توزيع متساوي للحرارة في كل اجزاء العنبر. يبقى انا دلوقتي قبل ما استلم الكتكوت ب 24 ساعة هدفي عنبري وهبدأ اظبط حرارتي على 30، لكن مزود رطوبة في الناحية التانية من العنبر بعرض العنبر كله، مية على طول بتترش، فكده احساس الطائر احساس الكتكوت بالحرارة اللي هي 30 بيزيد، بيوصل اكنها 33. بكده اقدر اوفر على الاقل 15 يوم بالطريقة دي، ان انا يعني ما كلفش نفسي التكلفة اللي انت متخيلها. هي دي المساحة اللي انت تقدر توفر فيها من غير ما تدمر الرئة بتاعت الكتكوت او من غير ما تكتم على كتاكيتك. بكده يا حبايبنا الحلوين نكون فهمنا ان عملية التدفئة في تربية الفراخ هي اهم نقطة في الاسبوع الاول، وان كنت ناوي توفر وتكتم على كتاكيتك انصحك بلاش، لانك هترجع تصرف اضعاف اللي كنت هتصرفه في التدفئة. لكن لو عايز نصيحتي وعايز توفر جزء من التدفئة، يكفيك انك تزود الرطوبة وتنزل بحرارة التحضين ل30، بلاش 33 يا سيدي زي ما اتفقنا وشرحنا في بداية الفيديو. بكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، لكن ان شاء الله الحلقة الجاية نتكلم عن الحد الادنى في التهوية. في ناس كده مصممة برضو انها تكتم على الفراخ او تقفل التهوية، ما هو الحد الادنى اللي انا يعني ما اقدرش انزل عنه في عملية التهوية؟ احسب ازاي كمية الهواء او ازاي احسب التهوية في فصل الشتاء، الحد الادنى علشان برضو ما يبقاش اسمي مكتم على الفراخ. ده هيكون موضوع حلقتنا النهاردة، لكن ده هيكون موضوع حلقتنا ان شاء الله الاسبوع الجاي. والى ان القاكم يا رب اشوفكم دايما في خير واحسن حال. كان معكم دكتور سامح عسل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.